جلوس. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ جلوس. بتعملوا ايه هنا؟ مستنيين الاستاذ. خد خد. انا عايز كله يفتح مخه معايا ويصحصح. وانت يا بنت انت ابوك مش قال هيبعت شكاره الرز؟ ما عرفهاش ليه؟ بكره ما تجيش الحصه من غيرها، مفهوم؟ خليك معايا. اذا اضفنا المبلغ ده الى المبلغ ده جلوس. عبد الرحيم لحظة واحدة، فاحنا إذا أضفنا المبلغ ده إلى المبلغ ده عايزك عبد الرحيم. طيب المسألة دي تحلوها 20 مرة. نعم. اسمع عبد الرحيم، أنا خلاص زهقت وفضية، يا تشوف لك حل في الموضوع ده أسيب لك الشقة دي فورا وأمشي. للدرجة دي بتكرهني يا سمير؟ أنا ما أقدرش أكرهك يا عبد الرحيم، بس أنت الوحيد اللي عارف ظروفي بالذات. انا لو ما نمت الساعة بالنهار بحس كاني عايز ارتكب جناية. بعدين مش معقول كل ما اخش البيت الاقي عيال تطلع في وشي، تتنطط في وش عيال، حتى في وشي في عيال. خلاص خلاص خلاص، هدي نفسك، وانا اوعدك من بكره الحكايه دي مش هتكرر. هتيجي من الشغل تلاقي اوضتك فاضيه خالص، والحمام كمان محدش شغله عشان تقعد وتاخد راحتك فيه. اهدى كده وصلي على النبي. قصدي يعني ريح ريح انت كلك لقمه وبعدها استريح شويه. الله، هو في اكل يا عبد الرحيم؟ هو انت ما جبتش اكل معاك؟ مش انت المسؤول عن الاكل والطبيخ يا عبد الرحيم؟ انا معلش يا سمير، اصل انا جيت متاخر من المدرسه عشان اتلخمت بعد كده في دروس العيال. اوعدك انها مش هتكرر تاني، وان شاء الله بكره اول ما ارجع المدرسه هدق لك كفته تاكل صوابعك وراها. روق روق ان شاء الله. اوه الطباشير يا عبد الرحيم يا اخي، الطباشير. جلوس جلوس. Thank you.
ما مرش بتجربة حب بيبقى اكيد محروم. بس انا عمري ما حسيت بالحرمان. مش محرومة؟ ازاي يعني؟ لا لا ما تخافش، انا كنت دايما بحلم وكان عندي امل ان الحلم ده يتحقق. وتحقق؟ يا دمك لسه بتسألني؟ تبقى جنبي ولسه بتسألني؟ مادام صرحتيني بقى انا كمان ما كنتش محروم قوي. المهم سيبك من اللي فات وخلينا في النهاردة. وكمان بقى بصراحة انا ما حلتيش غير مبلغ صغير ورثته عن المرحوم ابويا. كفاية اخلاقك. لعلمك انا لا عندي املاك ولا طين ولا حتى عمارة زي دي. انا عمري ما فكرت ان شريك حياتي يكون عنده عمارة. صحيح. عارف يا سمير، الحب هو السعادة الحقيقية، لكن العمارة
ممكن تقع يا حبيبي. لا يا سمير، عاوز لك حاجه ضروري؟ ايوه خير. انا بقى النهارده عملت لك كشك بقى صعيدي اللي هو على شويه دمعه متسبكه على حته فرخه بلدي هتاكل صوابعك وراها. مش ده الموضوع اللي كنت عاوز اكلمك فيه. عارف يا سيدي، اوضتك اهي لقيت حد فيها، والحمام انا منحت العيال من اي مخلوق فيهم يخشوا. يا اخي مش عاوز انام، عاوز اتكلم معاك. طب والعيال اللي جوه؟ هما يعني العيال هيطيروا؟ لا، الفلوس اللي هي هتطير. اللي ما روح العيال لاهاليهم وقولوا لهم اللي هم ما خدوش الحصه هكسبوها من الحساب. الحصه ب2 جنيه، اضرب بقى في كام راس. طب خلاص مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، امشي. مش عارف خلاص، ما تزعلش ما تزعلش انت. خلاص انا هروح ادي العيال شويه تمارين يتلخموا فيها وبعدين اجي لك. طب افهم بس ايه راس الموضوع؟ بالعربي كده، قررت اني اتجوز. مين؟ قررت اني اتجوز. تجوز مين؟ هتجوز كريم. في الحاله دي بقى اخلي العيال يروحوا. قلت ليه دلوقتي من غير مناسبه؟ طب ده انا روحت العيال وخرجت معاك وعزمتك على الغدا على حسابي. شوف انت دلوقتي كلفتني كام حصه لغايه دلوقتي. راجل انت، انا عايز افهم ايه اللي قالب مخك دلوقتي؟ الشقه. شقه ايه؟ الشقه اللي هتجوز فيها. والسلام يا سيدي، الشقة موجودة وتحت أمرك. موجودة؟ الله. طب وأنت عبد الرحيم؟ مالكش دعوة بيا. إزاي بس؟ يعني عشان أنا هتجوز تقوم أنت تشرد يا عبد الرحيم؟ الله احترم نفسك. أنا عمري ما اتشرد، أنا عامل ترتيبي كويس. إيه يعني؟ هتنام فوق السطوح؟ قلت لك مالكش دعوة. المهم دلوقتي تنتهز الفرصة وتروح تطلب إيد كريمة فورا. وقت الشقة يحلها ربنا. أيوه عبد الرحيم، لكن يا بني آجل افهمني، ابدأ أول خطوة واشبك البيت قبل ما حد تاني يلهفها، وبعد كده نفكر في الخطوة اللي بعدها. أما من ناحيتي أنا فاطمن، أنا هفضل واقف جنبك لغاية ما أدخلك قفص الزوجية بإيديا. أنت بشير يا عبد الرحيم، قلت لك اغسل إيديك يا أخي. أدخل. أهلاً يا أستاذ سمير، أهلاً. اتفضل. أنت قلت لك عايز تكلمني في موضوع مهم. خير؟ هو خير طبعاً خير إن شاء الله يا فندم، خير. بخصوص الشغل طبعاً. لا هو في الحقيقة يا فندم يعني مسألة شخصية عشان. شخصية؟ بخصوص إيه بالظبط؟ هو في الحقيقة يا فندم يعني قررت اني اتجوز. تتجوز؟ ايوه والله. ما شاء الله ما شاء الله. ما ده جواز استقرار. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك في سعادتك. وايه بقى المشكله؟ هو عايز سلفي؟ لا لا سلفي ايه يا فندم؟ هو في انا بس كنت يعني طبعاً في موافقه سعادتك. موافقتي على ايه بالظبط؟ صلع مقصود. أنا جاي مرة بمساعدتك إيد بنتك الأنسة كريمة. بنتي؟ بقى نصوم نصوم ونفطر على مثلا. بس السمير مش بصلة يا نصر. موظف ولا مش موظف؟ موظف. يبقى بصلة. أنا يعني أنت يوم ما اتجوزتيني فطرت على بصلة؟ ده زمن غير الزمن يا عبد المقصود. أبويا وأمي كانوا فرحانين قوي إن هيجوزوني راجل موظف في الأرشيف، لكن دلوقتي. دلوقتي إيه؟ ولا اقول لك ايه؟ لباخي كمان، لباخي. عايزين نجوز البيت جوازه عدله. عنده ايه بسلامته؟ كفايه طموحه، اخلاقه، ملف خدمته، وزياده عن كده اهم مشكله عنده محلوله. مشكله ايه؟ الولد جاهز، عنده شقه، وانا بنفسي رحت زرته وشفتها بعيني. ايوه بس هيعيشها ازاي يا عبد المقصود؟ ايه الرسالة؟ زي اي اتنين شبان يدفعوا حياتهم، وكفايه ان البنت مقتنعه بيه. بس مفيش بس، مش احسن ما اكون اخترنا واحد من اربع تلاتي سكري مشبوه بيتاكل الفراخ الفاسدة. فاسدة فاسدة، المهم ان ما اكلهاش بنتك. اهلا يا استاذ سمير، اهلا. اتفضل يا ابني. العفو يا فندم. اتفضل يا ابني. اه شوف يا ابني، انا شغلت مع نفسي وفكرت في الموضوع اللي كلمتني فيه.
وان شاء الله راي سعادتك يا فندم. انا هقول من جهه رايي فانت شاب طموح ومجتهد، اما اخلاقك فالكل يشهد بيها واقول بلد. ده فندم كله بفضل توجيهات ورعايه حضرتك. انا ما يهمنيش ان يتجوز بنتي يكون عنده ايه. انا لا يهمني فلوس ولا املاك ولا الكلام ده ابدا. انا عارف طبعا ان حضرتك ما بتهتمش بالحاجات دي خالص. انت اخلاق اللي صوت بنتي اشيله فوق دماغي واقف جنبه للنهايه حتى لو ظروفه ما سمحتش. لا انا عامل ترتيبي كويس. انا بقول يمن وحتى رجاله الشقه مش موجوده. انا كفيل اني اقف جنب بنتي حتى ان شاء الله اجيب لها الشقه كمان. للدرجات يا فندم؟ طبعا دي بنتي الوحيده ومن وجهي ان وفرناها واضمناها كل السبل اللي تسعدها في حياتها. تاكد يا فندم ان حشيلها تعالى الاثنين بس اطمن الاول. سيادتك يعني موافق؟ انا من حيث المبدا ما عنديش اي مانع. شكرا يا استاذ مقصود، الف شكر. قلت لك ابدا اول خطوه وهي ده صح. انا فرحان قوي يا عبد الرحيم، فرحان قوي يا عبد الرحيم. لا ده انت كنت قلقان وخايف، وهو الراجل ابوها وعد انه هيقف معاك للنهايه وهيديك شقه كمان. يديني شقه؟ مش هو قال لك كده؟ ايوه بس الراجل يعني كان بيبين شعوره من ناحيتي ومن ناحيه بنته. واضح ان الناس دي مستريحه. مش بتقول انه كل ما يزرجن في الشغل يروح مزنجر كده ويقول لا انا ارملكوا استقالتي واقعد في بيتنا الم ايراد العماره؟ واضح انه مستريح. ايوه يا عبد الرحيم بس عايزنا نقدم لكريمه وانا طمعان في شقه في بيتهم. ده مش طمع ولا حاجه. كل اسره بتتمنى الخير لبنتها خصوصا اذا كان عندهم بيت ملك، يعني لا هيدفعوا خلو ولا هيخسروا حاجه. وانت عايزهم كمان يدفعوا لي خلو ولدي؟ ما انا بقول لك ديتهم بس يدبروا لكم شقه. طيب البقى ما عندهمش شقه فاضيه. معقول؟ معقول راجل مقتدر زي ده وعنده بيت ملك ودي بنته الوحيده مش هيلاقي لكم شقه ولا يسكنوكم في شقه زي اللي تكون اوضتين؟ معقوله برضه؟ ده حتى لو ما كانش فيه شقه فاضيه عنده في البيت يبني لكم شقه دكاكين. يعني دكاكين ازاي؟ يعني من غير تنخيط. مش عايزين غير دبلتين. لا 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 الحكايه ما وصلتش لحد كده. انا عامل حسابي كويس قوي. انا معايا فلوس. حلو بس الفلوس اللي هنصرفها نحطها في شقتنا احسن. شقتنا؟ ايوه نحط فيها الفلوس ونوضبها على ذوقنا. وماما وافقت؟ على ايه؟ يعني علشان حكايه الشقه يعني. قصدك عشان صغيره يعني؟ مش مهم. مش مهم كبيره ولا صغيره يا كريم. عبد الله انا قلت لماما لا صغيره ولا كبيره، المهم ان احنا يبقى عندنا شقه. اي حاجه بعد كده مش مشكله. انا مش عارف اقول لك ايه يا كريمه، مش عارف. ما تقولش حاجه يا حبيبي. طيب هجيب الدبلتين انت. دبلتين؟ دبلتين ايه؟ ده انت حيرتيني يا كريم. يا حبيبي انا لازم اجيب لك شبكه تليق بمقامك. لا يا كريم بس ايه؟ بس ايه ما دام شقه موجوده؟ حضرتك نفسنا ايه؟ انت غريبه. حكمتك يا رب حكمتك. شفت سمك يا كريم؟ ايوه قوي بس سمك يا اتجوزتي موظف. مبروك يا مبروك يا كريم. الله يبارك فيك. مبروك يا سلمى. ماشيين برضه يا عبد الرحيم. اهلا 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 بقول له مع السلامة. يلا 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 يلا. لحقوا. يا سلام يا سلام يا عبد الرحيم. أصيل أصيل قوي يا عم عبد المقصود يا عبد الرحيم. بس كان نفسي أقول لهم يخلوا أوضة النوم مفتوحة على الحمام وتبقى. ما قلت لهمش ليه قبل ما ينحروا؟ ما عندكش فكرة يا عبد الرحيم. انكسفت انكسفت يا عبد الرحيم. الله
العمال العمال الراجل الراجل ما بعتكش فكره. عمال طالعين نازلين بالاحمر طوب الاحمر. يلا ابقى اعملها بقى على حسابي ان شاء الله بعد الجواز. اصيل اصيل يا سمير. الله الواحد لازم برضه يبقى نزيه يا عبد الرحيم. تعرف انا طول عمري راجل فييس. فييس انت بشير يا عبد الرحيم. سمير عايز اقول لك على حاجه بس مكسوفه. مكسوفه؟ مكسوفه من ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نصرح بعض بكل حاجه؟ خير؟ اصلي ماما قالت، قصدي ماما وبابا كانوا بيتكلموا مع بعض امبارح. خير؟ ماما قالت احنا مش هنجهز. ايه؟ لا احنا مش هنجهز الا اوضتين وصاله بس. وماله؟ هو ده بقى اللي مخليكي مكسوفه؟ احنا كنا هنجهز ثلاث اوض بس هنوديهم فين ما دام الشقه اوضتين وصاله؟ مش مهم، ان شاء الله حتى تكون اوضه من غير صاله. يعني مش متضايق؟ انا اتضايق؟ ده انا مش عارف اعمل معاكم ايه. ده جميل عمري ما هنساه ابدا يا حبيبتي. جميل ايه يا سمير؟ ايه كل ده وما عملتوش؟ ده انت ناقص بقى تبنوا لي عماره. والله الناس يشكروا، حد يلاقي ناس زي دي دلوقتي؟ تصور يا عبد الرحيم قال مكسوفين علشان الشقه صغيره. مكسوفين ده ايه؟ ده بس عشان ناس قصدى. هي الشقه كم مطرح؟ زي شقتنا دي تقريبا. اوضتين وصاله. تبقى مش صغيره، كويسه قوي. اللي اقول لي انت شفت الشقه دي؟ لا. لا ازاي؟ ما معقوله ما تشوفش الشقه اللي هتتجوز فيها؟ ده كلام يا عبد الرحيم. بقى اروح للناس اقول لهم شكلها ايه الشقه اللي هتديها لي؟ ده كلام برضه. طب وفيها ايه يعني؟ يعني تجيبهم بطريقه تانية، تقول لهم مثلا عايز اشوف العفش الديكورات. لا يلا يا احراج برضك يا عبد الرحيم، يبقى يا احراج. مش معقول برضك يا اخي اقول لهم حاجه زي كده. لما يجي العفش على ربنا. وبعدين انا اصلي اللي شاغلني دلوقتي ازاي ادبر اموري عشان اواجه المسؤوليه. ربنا يوفقك يا سمير. عقبالك يا عبد الرحيم. وانت بقى مش ناوي تعملها ولا ايه؟ ناوي ناوي كله تمام، بس الاول افرح فيك وامشي في جوازتك. يا جماعه صلوا على النبي، ده احنا قرايب. ده قرايب انت خليت فيه قرايب. اخرب بيت القرايب. يلا يا حبيبي يلا يا عمار. اتفضل يا ريس. اتفضل. عندكم كده ان شاء الله. اشربك يا ولاد. ولا اشربك ولا ايه؟ اختصاروا. انت هتدفع الاحليب ولا لا؟ ادفع ايه؟ فلوس الميه. والمجال الاختصار. هقول لكم ايه؟ انا حد عليا هقدم. وبيني وبين المحكمه. محكمه. انا يخوك انت شايف يعني اي لزوم للعربيه؟ الله عشان تنقل العرش يا ابني. الله طب ما هو العرش اتنقل هنا والحمد لله خلاص يعني. خلاص؟ أه؟ هو انت هتتجوز هنا معانا؟ لا طبعا مش هتجوز هنا معاك. انا هتجوز في شقتي انا وكريمه. طب امال ايه الاشكال؟ انا مش شايف فيه اي اشكال. امال في ايه يا سمير؟ ها؟ في ايه؟ مش عارف. تكونش مستني الشقه لما تبيض؟ البيض مش مشكله. اديني الصبر يا رب. استني بس يا ماما. اهدى استنى. ايه هو عبد الرحيم قال لك حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني هيقعد في الشقه؟ هو ما يقعد ولا يمشي؟ ما هو عارف اني هقعد في شقه تانيه. شقه تانيه؟ انهي شقه يا سمير؟ شقه كريمه.
شقة اللي فوق. فوق؟ الله الله، انتي مش مفهماني يا كريمة ان الشقة اللي عندكم اوضتين وصالة، وانا قلتلك موافق. انا قلتلك ان احنا عندنا شقة؟ لو انت يا بنتي وعدتيه بحاجة. ابدا يا ماما، انا قصدي على شقته. شقتي؟ اهلا، لو انت فاكرني هجوزك عروسة وعليها شقة. قلبت بدم. لو انت فاكر ان البيت بيتنا. امال بيت مين يا استاذ عبد المقصود؟ ده بيت شركي يا حبيبي، 5 حلاق مشتركين فيه، وكمان مرهون وعليها ضايع بقالها 3 سنين. بس يا ماما بس. يا بنت بختك يا بنتي، يا فضحتنا قدام الجيران وقدام الناس. انا مالي اي ذنب في اللي حصل ده كله، الموضوع من اوله مثبت. انا عارف حصل سوء تفاهم منيل ب60 نيله. لا انا كمان اللي غيظني في الموضوع ده ان حماتي افتكرتني طماع. والله يا ابني لو كان عندنا الشقه ما كنا هنعز عليك، ده حتى البيت مرهون وعليه مشاكل. اللي غيظني في الموضوع ده كمان حاجه واحده بس. ايه هي يا ابني؟ ليه حضرتك كل ما كنت تزركن في الشغل تقول انا مش سالتي واقعد في بيت الم الايجار؟ لا ولا ما يهمنيش الفلوس، ولو ما عندكوش شقه انا اجيب لكم شقه. ده كلام تاريخ، لا عندك بيت ولا عمرك لميت ايجار حتى. ما خلاص يا ابني هتمسكني على الواحده. لا بس انا بتغاظ بقى من الفشخره الكدامه دي. لا احفظ كلامك يا سمير، كلمه واحده زياده احولك للتحقيق. عم صل على النبي بقى، صل على النبي. ما تشدنيش كده، انا لما كنت بكلمك انا كنت واثق ان عندك شقه، وانا كنت فاكرك بتبني لنا شقه. انا بنفسي شايف الفواعليه وهم طالعين داخلين وشايلين القصعه فيها مونه. امال كنت بتبني ايه يا كابتن؟ ها كابتن؟ لا ما كناش بنبني، ده عفشة الميه اللي فوقنا باشت بوشت السقف بتاعنا. يا حبيبي يا حبيبي، كمان السقف بتاع البيت بايش. اوه يا ابني ارحمني، اعمل معروف، اعتقني بقى. المهم نفكر ازاي نحل المشكله دي. مش عارف يا عم، مش عارف. انا من رايي انك تقابل صاحبك ده وتشرح له كل حاجه. عبد الرحيم؟ ايوه، تشرح له كل حاجه بالتفصيل وبكل وضوح قبل ما يتخذ اي قرار بخصوص الشقه. لا ما اقدرش انا كمان اروح اقول له اطلع من الشقه يا عبد الرحيم ونام في طراوه. كمان ما اقدرش اقول له انك طلعت هجاص. انا هجاص؟ اسف يا عمي، قصدي ان حضرتك يعني طلعت هجاص. افرق. يا سلام. اهلا وسهلا يا استاذ عبد المقصود. يا سلام، دي برضه عزيزه. تحب يا سياده تشرب ايه؟ شاي، قهوه، حاجه ساعه؟ لا لا متشكر، لا شاي ولا قهوه. بصراحه انا بقيت حضرتك في كلمتين، واظن انك ما تكسفنيش. اكسفك يا خبر؟ ده انت تؤمر يا استاذ عبد المقصود. يا سلام، يا رائع السداد. هو بصراحه يا ابني انا مش عارف ابتدي ازاي، بس مش بايدي. انا فجاه كده اتزنقت ولقيت الدنيا بتجري فوق دماغي. زنقت؟ لا معلش، ما احنا كلنا بيحصل لنا الزنقات دي. انا عارفه. عاوز كام؟ كام؟ ايوه يا سحاب، يعني مزنوق في قد ايه؟ لا يا ابني انا مش جاي استلف فلوس. امال جاي سحاب رحيم؟ شوف يا ابني، انا بكلمك في مهمه انسانيه، ولو ساعدتني يبقى حضرتك اهم صديق واعلى صديق ليك في الدنيا. سمير مهما كان لا ما تتخطش كده، انا هشرح لك كل حاجه وهموت تقف جنبي ومتقبل الظروف. طيب لما تسيب الشقه انت هتعيش في ايه؟ في شقتي طبعا. انت عندك شقه؟ طبعا. منين؟ من مخ نظيف مش زيك مغفل. اوه يا عبد الرحيم، انا لما جيت القاهره كنت عارف ان في ازمه سكن وعدت ادعس، وكل ما اقرا عن اعلان عن المساكن الاقتصاديه اقدم فيها يعملوا قرعه، ولاجل حظ ابوك النحس ما طلعش فيها. دخلت يا ابني ال7 دخات على واسطه، وكل ما الاقي واحد مهم اروح اودي ونعمل دروس خصوصيه. ايه وبعدين عبد الرحيم؟ بعد الصبر وقال بقى طلعت في القرعه. يعني ايه؟ عارف الشقه؟ ليه؟ حبيبي عبد الرحيم، انا لو كنت هنساعد الجميل ده ابدا. اي نعم احنا اشتركنا في الشقه دي سوا وكان المفروض افعل عليا، لكن ثق تماما عبد الرحيم، اول ما ربنا يكرمنا انا هقسط كل اللي ليك. ايه بتقول كده؟ ده احنا اخوات يا مغفل. يا عبد الرحيم.
طيب 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 اهلا وسهلا. اهلا يا طنط. اهلا بيك. اهلا يا عمي. اهلا بيك يا ابني. اهلا بيك. اهلا اهلا. اتفضل. الف مبروك يا ابني. الله يبارك في سعادتك يا عم. اتفضل اتفضل. ماما. اهلا يا روح ماما. حسيني. تعالي هني طمنيني. ماما وحشتني البلد والقعدة والعيشة الحلوة. ما انت اللي متغرب يا كبدي. اعمل ايه ياما؟ مش عشان الشغل ولقمة العيش. وانت لو اشتغلت هنا مش هتاكل عيش؟ لا هاكل بتاو. الا زي سوزانيت صاحبك. عامل ايه دلوقتي؟ والله ياما من ساعة ما اتجوز بقالي يمكن أربع أشهر ما شفتوش. هو اتجوز؟ يا ألف بركة. وانت بقى مش ناوي تتجوز مش تلم بدل ما انت عامل كده لو الشباب العطلانه. هو انت لسه ما لفظك ياما كده؟ لا طمني ياما. ما انا جاي عشان كده. انا عايز اتجوز ياما. يا ألف نهار ابيض. ده يبقى يوم النور يا عبد الرحيم. يا ألف نهار ابيض. انا بحب الاغنيه دي قوي يا كريم. وانا كمان بحبها. فاكرة اول مرة سمعناها سوا؟ طبعا لما كنا راكبين المركب وكنا كباب. ربنا يقدرني كده ويخلي حياتك كلها كباب في كباب. ربنا يخليك لي. المهم ان انت معي. ان شاء الله اخليكي اسعد سوكة في الدنيا. حبيب قلبي. ربنا يقدرني وخليك اسعد سوكة في الدنيا. شيء ايه؟ لا 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 ما تتحركيش خالص. من انا رايح ما تعمليش اي شغل في البيت. طب وشغل يا سمير؟ لا ولا يهمك. وكمان انا بفكر انك تاخدي اجازه من الشغل. ازاي بقى؟ ده احنا مش اول ما نهيتي دلوقتي ده احنا داخلين على مستشفى ولاده. ولا يهمك تدبر ان شاء الله. ايه رايك يا اما في البنت سعديه؟ سعديه مين؟ سعديه بنت الحاجه طولي. لا لا ايه دي البنت دي ما تنفعش خالص يا عبد الرحيم. ليه يا عم؟ ده اول الدنيا ما تضلم تخش اوضتي وتروح قافله على نفسي وفاتحه التلفزيون كده ومتفرجه عليه. يبقى بلاش منها دي. يعني عايز واحده ما تتفرجش على التلفزيون تتفرج على الراديو. طب ايه رايك بقى إيه في بنت زوبي؟ لا لا ايه النادي مالها كمان؟ ما تروحش سينه. ايه ما تدفعش وخلاص. ما تفهميني يا اما ايه اللي بيجرى في البلد من وراي؟ ايه بالعباره كده بدات تحط البتاع الاحمر دي في ايديه. احمر؟ طب اتجوز مين يا عم؟ اتجوز شيخ الغفر. عروستك موجود موجود يا عبد الرحيم. انا حجزها لك. هي مين دي؟ نجفي. نجفي بنت خالك. نجفي؟ هي البنت دي كبرت. كبرت واتدورت وبقت نظفه صحيح. اللي تشيل عليها روح ياما وهي ما ينفعش في الجواز الواحد يعلقها. ها؟ في فوق المسافرين. الله يسلمك. الف مبروك. الله يبارك فيك. يا ترى هتسمي المولوده ايه؟ في الحقيقه احنا لسه ما فكرناش. ايه رايك يا كريم؟ الاسم اللي تختار يا حبيبي. ايه يا جماعة؟ لا انتوا اللي تختاروا، احنا مالناش دعوة. مالناش دعوة ده ايه؟ تستنى على اسم ستها. ستها؟ ايوه ستها، ولا وحش اسم ستها. نصبر؟ نصبر؟ لا بابا. نعم يا اخويا. لا ده ايه؟ وانت مالك ومن الحاجات دي؟ مال يعني ايه؟ الله دي بنتي. طب ما هي برضه بنت بنتي يا ماما. يا جماعة يا جماعة رحيم الله. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. انا قلت كلمه هي كلمه. وانا بقى مش عايز اسمي بنتي نظره. سمع يا كريمه جوزك بيستعرض من اسم امك يا ماما. سليم مش قصده. لا لا قصدي قصدي قوي يا كريمه. انا استحملتها كتير قوي. بس بقى
طب ما تختار انت اسم وتخلصينا من المنطقه دي. انا مش فايقه الاسامي دلوقتي يا بابا. طب انا عندي حل يرضي الطرفين. ايه رايكم نسمي البنت ناني وندلعها ونقول لها هي نظمه؟ يعني خلاص اخترت الاسم؟ لا دي بنتي بقى ولا حر فيها، اسميها زي ما انا عايز، هسميها بقى. عبد الرحيم انت فاكر ان وراش رجاله ولا ايه؟ ايه وراش بتكلم يا اخي؟ قول ايه؟ ما تاخدوها وتريحوني منها. هيا ناخدها، تعالي نقعد لوحدنا. مين بقى اللي هياكلك لوحدنا؟ يا وحش انت، خدي المشروب. ايه ده انت وحشه بقى. اهو الحريم اتلموا على بعض يا سيدي. الى ربات البيوت، ايه ده مشروب ايه النيله ده؟ يا اهلا يا عبد الرحيم. اهلا بيك يا ابو سمر. اخبارك ايه وعامل ايه؟ والله تعبان يا ابو سمر. يا راجل ده انت حتى اتخنت وهربت في الجواز اهو. لا الجواز مش تعبني، انا مشاكلي اكتر من كده بكتير. خير يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه. ايه يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه اللي بيقدموها في التلفزيون. مالها يا عبد الرحيم؟ هتوقف حالنا يا ابو سمر. العيال بدل ما يجوا ياخدوا دروس خصوصيه بيقعدوا قدام التلفزيون. يا عبد الرحيم انت الحب يا رغبه. لا ما تكتبنيش يا خديجه، انت مش عايز تتعشى؟ اتعشى تاني؟ وماله اتعشى تاني فيها ايه يعني؟ يو يو ايه؟ هو حد على عيني يا وليه؟ وماله يا خديجه؟ تعالى تعالى اما اقول لك بس استنى. عندكم ثلاث اربع عيال، كنت عملتوا ايه؟ كنت خدتهم بقى على باب السيده وشحت بيهم. الواحد مش عارف اخدت الغلا ده ايه. واللي غايزني بقى ان كل حاجه بتغلى ما بترخص تاني ابدا. انا
تعبان قوي يا عبد الرحيم، تعبان فعلا. انا دوب اخد المرتب كل اول شهر، مفيش اسبوع يعدي استنى على نيجي اول شهر. ايوه، وكريم اهو قرار اجازه بدون مرتب، يعني مفيش ايراد زياده وطلبات البيت ما بتخلصش، وكريمة نفسها طلباتها زادت، مش مصدقة انه معيش فلوس. تخلص ده فور يابا، قول فتح بوقه ما بينسدش، ده حتى بتاع اللبن الله يخرب بيته كل شهر والتاني يزود كيلو اللبن ربع جنيه. انا صعبان عليا اسيب مراتي وبنتي وبلدي واسافر اشتغل بره. لا ما تسافرش، انت طول عمرك مش غاوي حكايه السفر دي. بقول لك ايه، ما تيجي تشتغل معايا. اشتغل معاك فين؟ في البيت حد؟ انت كل يوم بعد ما تخلص الشغل بتاعك تروح وتتغدى تاكل لك لقمه كده وتريح بتاع ساعه، وبعد كده تبقى جاي وجاي عليا تفقع لك كام حصه للعيال اللي هم منك تساعدني ومنك تحصل لك قرشين حلوين كل شهر. لا يا عم انا مش غاوي تدريس. هو انت هتدرس الجامعه؟ انا هعلمك ازاي تدي العيال دروس خصوصيه بدون اي مجهود او تعب. لا يا عم، يطلع لي واد مخه غبي اتنرفز اضربه اخش قضيه. امال انت عايز تشتغل ايه بالظبط؟ شوف انا بفكر في فكره، لو نجحت جايز تحليل المشكله. فين هنا؟ فين المسدس؟ اهي قصدك ان هزيره واول مسحه تركبها انت وفاتي. سلامتك يا حبيبي. الله يبارك فيك. لا قلعة ولا لابسة يا حبيبي، إلا 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 عربية عطلانة. مع السلامة. باي باي. يا رب، وكمان مش مكسوف من نفسه لما فضحنا قدام الجيران. ماما وطي صوتك شويه يا ماما، فضحنا في ايه بس؟ اكتر من كده فضيحه يا بنت، لما تيجي معاه راكبه التاكسي لحد بيت ابوك الجيران يقولوا علينا ايه؟ بنت عبد المقصود ابو طاقيه اتجوزت سواق تاكسي عشان خاطر يكون يلبسها. ايه؟ ما تلبسيش ليه يا نظمه؟ البس ده، انا البس منخل واحطه على وشي بالكسوف قدام الجيران. ايه يا ايه؟ كمان انت تقول للولد وتقول له مبروك. اقول له مبروك؟ هو انت فرحان يا عبد المقصود؟ فرحان اني جوزت بنتك بسواق تاكسي؟ ايوه فرحان ومبسوط، ماله؟ واد شاطر وجدع، اشترى عربيه وجاب عين مهدم، وربنا يقدره ويكمل الباقي. ايه كتر خيره، بيرضى مستقبل بنته، ايه حرام؟ ده غير انه موظف محترم في الدوله. دوله؟ شلها يا دوله، شلها يا بيه يا بيه يا بيه يا ابو مركز يا ابو مكتب. انما اسكتي بلا مكتب بلا مكتب بلا نيله. يا ابو الوحيد من الاول ما شافوني يا بوليس النهار، وانا يا فرزان ما عنديش حتى عجله تجنوني، ده غير ثلاث شخوط الرفيق اللي تحت. ايه يا جماعه؟ مش يلا بينا بقى علشان نتفسح شويه؟ يا اخي التاجر انت رخم. الحمد لله. اخش بقى انام لي شويه قبل ما انزل اسوق. سمرتي. ايوه يا روح. معلش نسيت اقول لك على حاجه. بعدين بعدين انام شويه وبعدين اقوم نتكلم زي ما انت عايز. لا لا معلش معلش، انا مش عاوزاك تنام. مش عاوزين انام؟ طب امال انزل الشغل ازاي والقسط بتاع العربيه؟ معلش يا حبيبي، اصل ماما مستنيانا. مستنيانا فين؟ في البيت. في البيت؟ اه. ليه؟ خير؟ اصل سعاد بنت خالتي ولدت ولازم نروح نقدم لها الهديه ونقطها. وانا هروح معاكم؟ طبعا يا حبيبي. طب ليه؟ الا ليه؟ عشان توصلنا بالتاكسي. اه صح. طب بس انام شويه حتى على الاقل عشان اعرف اسوق. يلا يلا بلاش كسل، انا قلت لماما ان احنا هنفوت عليها الساعه 4 عشان نلحق نروح ونرجع قبل الدنيا ما تضل. مش معقوله ماما هتركب التاكسي غريب. يا بنت خالتك دي ساكنه فين؟ نزلت السمان.
اوه نزلت السمان. معلش يا حبيبي مش لازم تنام النهارده، نام بكره. حاضر يا ستي توكلنا على الله. البسي البت. حاضر. بقولك ايه يا عبد المعصوم؟ ايوه. قول لجوزبتك يفوت علينا بكره. ليه؟ عشان هنستلم السخان الجديد بكره. طب هو ماله؟ ماله ازاي؟ امال مين اللي هيوصلنا؟ طب يا ست ما تشوف اي تاكسي تاني بدل ما نعطل الولد معانا. ونشوف تاكسي ليه واحنا عندنا التاكسي يا عبد المعصوم؟ اه صحيح. ما يصحش. انت مش هتقوم تنام؟ لا. لا ليه؟ بكمل صفحة الحوادث. حوادث؟ في حد في الدنيا يقرا صفحة الحوادث قبل ما ينام؟ ايوه. اصل في واحد قتل مراته. دكتور ان شاء الله بره قول عيد. انا بقى عاوز اعرف قتلها ازاي؟ اتفضلي. حلاوه يا حلاوه وبدائية حبيبتي الكام ده؟ 48 جنيه. ايه؟ خلي يا ماما قوي. انت مالك لا خضتي كده؟ ايه؟ خلي يا ولد اهو. سمير شكرا. المرة اللي فاتت وتخلينا ادور عليك. دقيقة واحدة وهنرجع على طول. يا اخو تقدر تقول لي كنت بقيت ليلة امبارح؟ في البيت طبعا. قعدتك في اوضة الصالون. الله. يا كريمة قالت لحضرتك؟ لا. قالت لهولاكو. هولاكو؟ ايوه. حماتك يا ابو غفل. يا خبر. يا راحت ما شوف بقى ايه اللي هيجرالك. ضيعت نفسك اونطة. بلاش عيب عليك يا راجل تشخط في وش البنت وتخليها تبقى معيطة واخرتها حضرتك تروح تبات في الصالون. ما انا كمان وسط اتخلع من نط الارض. يا كابتن يا كابتن اجري بسرعة اجري بسرعة صالح البنت قبل ما تقابله النار وتحكي لها على كل حاجة والله تخرب بيتك. فاهم ولا لا؟ مع السلامة. الله يسلمك يا بابا. مع السلامة. الله يسلمك يا ناصر. يا مع السلامة. الله يسلمك يا عم منصور. مع السلامة يا سواق المحزة. على موت وسن اللي يحفظ صبر. لان في فرق بين البني ادم والبرمجات. لو كل واحد فيكم صحصح للدرس وركز شويه هيلاقي انه حفظ الدرس من غير صبر. مفهوم؟ خليكم زمان. ايه ايه ايه؟ فيه يا العيال اللي بره. من؟ قلقانين؟ قلقانين ليه؟ مش هم اللي جم بدري؟ يو مش انت اللي قلت لهم ما يتاخروش؟ ما تعرفش معاهم يا ندى فوق اي درس. هتصرف انا ليهم اعمل لهم ايه؟ طب اسمع اعمل لهم دور شاي. دور شاي؟ ايه؟ ما خدناش الكلام من شاي دي واحنا فين في الدوار؟ خدي خدي اديهم التمارين دي يحلوا. تمارين؟ اه خلاص خلي التمارين عليا انا فهمت كل حاجه انا كويس قوي بفهم يعني. فزي ما قلت لكم انت يا بنت ابو
ابوك اللحمه اللي جابها الاسبوع اللي فات كانت جبل. ايوه يا اخي اسم الله عليك، اهو ده مستقبلك الحقيقي يا حبيبتي. اسم الله عليك يا اخويا ابراهيم، انت يا رب تحس بفضل كده ليه؟ خفينا شويه يا اختي. اسم الله عليك، بتعمل ايه يا بابا؟ بذاكر يا رب. بتعمل ايه يا بابا؟ بذاكر. ومن عينيهم مقوم ومسجل الصلاه الله لا يسيئك، يلا اتكل على الله كده اهو. برافو. يلا يا ابني جابوها عندنا يا اختي. سمير مساء الخير يا كريمه. مساء النور، وحشتني قوي. بقول لك ايه، فات النام. نامت؟ احضر لك العشاء. سمير. ايوه روح. انا كنت عايزة اتكلم معاك. طب اروح انام شوية بس وبعدين اتكلم. انت هتنام وهتنزل على طول؟ طيب لما ارجع بالليل. ما انت بترجع بالليل حمدان وتخش تنام زي القتيل. انا تحت امرك اروح. خير؟ انا حاسة بملل. بايه؟ بملل واكتئاب كمان. من ايه؟ من ايه؟ من العيشة اللي احنا عايشينها دي، روتين على طول، لا بنخرج لا بنتفسح لا بنروح اي حتة، مفيش اي تجديد. ما هو ده وضع طبيعي طبعا، لانك انت دلوقتي ما بتشتغليش وبعدين انت واخدة اجازة وضع. الوضع كله مضايقني. تضحك على ايه؟ ما هو انت بامكانك انك تسلي نفسك، تقري مجلات، جرايد، كتب، تتفرج على التلفزيون. انا حفظت التلفزيون، حفظت كل المسلسلات اللي في التلفزيون، زهقت من عالم البحار والحيوان دي. طب اعمل ايه؟ ما انت عارفة ورايا كمبيالات وصاد، يعني لازم اشتغل ليل ونهار عشان اسددها. يعني اتحرق انا بقى لحد ما تخلص الاقساط بتاعتك دي؟ هو انا يعني بلعب؟ مش بعمل ده عشان نكافح كلنا ونكون نفسنا؟ انا زهقت من النغمة دي. يعني ايه؟ يعني ما بقتش عارفة انت متجوزني ولا متجوز التاكس؟ في حد في الدنيا متجوز تاكس يا كريمة؟ يا انا يا التاكس. ايه؟ اختار لك خيرة من الاتنين. يعني ايه؟ يعني شوف لك بيع للتاكس بتاعك عشان احس بقى اني متجوزة. كريمة لا 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 لا, لا. الكلام ده كبير قوي يا كريمه، كبير قوي. بعدين انا شامم ريحه نظله في الموضوع. نعم. ايوه، مين اللي مالى دماغك بالكلام ده؟ محدش مالى دماغي، انما زهقت وعايزه اشوف لي حل. ايوه هي ريحه نظله، هي ريحه نظله، بس انا بقى ما اقدرش ابيع التاكس. يعني مش عاوزني؟ انا عاوزكم انتوا الاثنين. انت مراتي حبيبتي، والتاكس ده مستقبل لينا مع الوظيفه. انا مش عايزه مستقبل. وانا ما اقدرش ابيع التاكس، حتى لو فكرت اني ابيع التاكسي، ما اقدرش ابيعه لاني لازم اسدد ثمنه الاول. وانا زهقت بقى من العيشه دي. وانا زهقت من الدنيا دي كلها واللي فيها. يعني ايه؟ زهقت مني؟ بتكرهني؟ طب ما كان بتكرهني، ما تروح تكلمت لك واحده ثانيه. قوي 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 قوي، اوكي. كده؟ ايوه. انا اول ما اسدد ثمن التاكسي اروح اتجوز. كده؟ ايوه. طب ما تروح تتجوز بقى، لم المواعيد دي كلها واغسلها. امشي جوه، امشي جوه، امشي امشي جوه.
اهلا يا ماما. لا اهلا ولا سهلا. مالك؟ قوليلي عمل فيك ايه الواد ده؟ مفيش حاجه. الهي اشوف فيك يوم يا سمير يا ابن امه. هي امه اسمها ايه؟ صباح الخير. ايه يا ابني؟ هو كل ما اشوفك عيب بيتجوز؟ صباح الخير يا ابوي، صباح الخير يا حبيبي. تفهم يا ابني ايه اللي حصل ده؟ والله ما انا عارف يا عمي. جاي لي رجلك سايس ونور. انت ناوي ده قدامي؟ وانت ذنبك ايه بس يا عم في الموضوع؟ ذنبي ايه ايه؟ ما كنا حاجه بتحصل عندكم بتيجي على دماغي ها؟ يا حماد قالت لك؟ انا طول عمري اقول الجوازه دي مش دافعه. انا كل اللي غيبني يا ماما ان كل ما نتخانق مع بعض ابص الاقيه شايل المرتبه على كتفه ورايح بيها اوضه الصالون. يا حسره قلبي. ما هو له حق يغيظك، شايفك ملهوف عليه. الله بقى، ما هو جوزي برضه يا ماما. جوزك بالكلام وبس، ولما تدوري عليه تلاقيه مجرش. عامله زي اللي مستنيه تاكس واول ما يجي تلاقيه رابط الفوطه الصفرا. يا حسره قلبي على دي جوازه. كل من ابوكي هو اللي كان موافق عليه في الاول. العمل ايه دلوقتي؟ انا مش هرجع له البيت ابدا. اوعي ما تغضبيش وتسيبي البيت. يعني ايه؟ اصالحه؟ اوعي تصالحيه، لما جت بالزور ما ينفعش معاه الا العنف. الله، يعني هضربه يا ماما؟ اضربيه بالكلام التقيل، اطلبي منه الطلاق. ايه؟ الطلاق؟ ايوه انت هتقولي له كده وبس. اه احدده يعني؟ ايوه عشان يبطل يجرس. مفيش حاجه تهدد الراجل وتخوفه الا كلمه الطلاق، وخصوصا اليومين دول. حاكم يا بت اليومين دول بعد ما طلع القانون الجديد وازمه السكن والمعيشه خلوا الراجل يفكر الف مره وبعدين يسلم ويمشي على عجين ما يلخبطوش. طب جربي كده، ان ما كانش هيتهز وينخ ويرجع لك مذلول تبقى لك الكلام، وساعتها عمره ما هيجرش تاني. اسمح تطلقني؟ ايه؟ طلقني. الله 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 الله، انت جننتي؟ لا انا عاقله جدا ومن فضلك ما تلبخش. الله انت ايه 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 اللي بتقوليه ده؟ بقولك اللي سمعته، ما دام بتكرهني وما بقتش بتحبني وما انتش طايق البيت يبقى نتطلق احسن. لا لا لا، انت اكيد جننتي. من فضلك اسمعي بقى، انا خلاص مليت دوشه وخناق ونقرت النهار. اكيد اكيد حماتي كتيره النهارده، او انت اللي رحت لها. اكيد هي اللي شعلتها نار. بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره ماما. وانت كمان ما تجيبيش سيره امي. انا ما جبت سيره امي. ما علينا، خلينا ننام بقى شويه. خلاص، طب ما دام مش طايقني ولا طايق حاجه في البيت ما تطلقني يا اخي. يا كريمه يا كريمه، بلاش تثيري اعصابي ساعه الدنيا بالذات، انت عارفاني اعصابك. انت كل اللي يهمك انك تنام وبس. طب خلاص، ما تريح نفسك وتطلعني. اوه يا كريمه، انا مش في وعي دلوقتي، سيبيني انام. ما تنام، انا ماليش دعوه بيك. طب خلاص بقى سيبيني انام دلوقتي. وعيدك دي، طلعني الاول وبعدين روح نام. حاضر، اول ما اقوم من النوم هبقى اطلعك. انا مش تحت امرك عشان استناك. انت عايزه ايه دلوقتي؟ تطلعني وتسيبيني انام؟ ايوه كده. ايوه انت طالع يا كريمه. خلاص استريحتي؟ مبسوطه يا ست هانم؟ ايوه ايوه مبسوطه، مبسوطه جدا كمان. عليك يا
يا كريمه. ازيك يا جاسم؟ ازيك يا بنتي؟ ايه عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. امال فين سمير؟ تلاقيه عنده بنديره. انت ما طلعش معاك ليه؟ اشرب معانا الشاي. تعالى. خافنا نقول له ودينا مشوار ولا حاجه. وانا بسالك ولا بسالها؟ انا ما جيتش معاه، انا خدت تاكسي لوحدي. سمعت بودانك؟ حتى مراته مش عايز يركبها ببلاش. في حاجه يا بنتي؟ سمير طلعني يا بابا. يا خرابي. عندنا ايه موجود؟ ايه موجود؟ اتفضل. وازاي الاموره الصغيره كده وازاي الست كريمه؟ مش بخير برضه؟ اهلا يا سمير. اهلا. ازيك؟ يا سمير خش خش خش. انا عايز اعرف انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ امال عايزاها تعمل ايه؟ ترقص 10 ليالي؟ ده احسن خبر سمعته في حياتي. اعوذ بالله. بركه اللي خلصنا منه، بس وحياه امي ما حفظتهاله. اما خليته ياخد هدومه ويرحل. يرحل ازاي يا ولية؟ زي كل الناس. هو مش صلاح يا عبد المقصود؟ خلاص يبقى البيت بيتها والشقه من حق الزوجه. ازاي تعمل كده يا سمير؟ بالسهوله دي تطلق مراتك؟ هي السبب في كل اللي حصل. افرض انها غلطت، ما تعمليش انا اي اعتبار. انا خلاص زهقت، كل يوم خناق وخصام ومشاكل، لا عارف ارتاح في بيتي ولا في شغلي. انا خلاص انا زهقت من حياتي كلها. يعني ايه؟ يعني اللي هي عايزاه هنفذه لها. ما تنساش انك بتكلم ابوها يا سمير. لا مش ناسي، بس ابوها كمان كان لازم يعرف ان عنده بنت متدلعه، ما بتسمعش غير كلام امها وبس، ما بتقدرش تتحمل مسؤوليه. قالت لي طلقني، طلقتها. عاوزين مني ايه تاني؟ مش عايزين حاجة. سلام عليكم. الله الله الله. على فين يا استاذ عبد المقصود؟ ده انا عملت شاي عشان تقعدوا تتكلموا على راحتكم. لا احنا اتكلمنا بما فيه الكفاية. الاستاذ سمير قال كل اللي عنده. لا لسه ما اتكلمتوش ولا عاوزين يتدخل. جرايا سمير ما تصلى على النبي. امال روح انت اغسل وشك كده وروق. امال لغاية ما الاستاذ عبد المقصود يشرب الشاي عشان تروح تجيب مراتك وبنتك. اشرب شاي يا مقصود، اشرب شاي. اشرب. بعد اللي عمله ده ولسه بتدافع عنه؟ يا وليه اهملي شويه عشان نلاقي الموضوع. قومي كريمه يا بنتي، قومي يا كريمه يا بنت، ربنا يهديكي ومغيري هدومك والبسي عشان تروحي مع جوزك. لا انا اروح معاه مش ممكن ابدا. سمعت بودانك ولا نقول كمان؟ هو مش بسلامته نام عليها اليمين؟ خلاص يعمل راجله وبعت لها ورقتها. يا ست اتلم انتي. هي صاحبة الشقة، سيبيها هي اللي تتكلم. ماما كلامها صح. ما دام طلقني يبقى مش عاوزني. وانا كمان مش عاوزة. انت عملت اللي عليك يا استاذ عبد المقصود. واحترامي ليك بس هو اللي جابني هنا. يا ابني يا ابني عشان خاطري بس ادينا فرصة لحد النفوس ما تروق. طول ما الموضوع ده مستمر عمرها ما هتروق. عموما انا هنفذ لها كل اللي هي عايزاه. تتفضل معايا على المأذون وانا هطلقها هناك رسم. مين قال لك حمدت خرجتها بعد على الدلاله؟ ما اخرب بيتك يا استاذ نصر. الحق مش عليها ايه؟ الحق على بيتها الفرصه. لا برضه يا سمير كريمه معذوره وما المكان دي امها. يعني ايه امها دي بقى؟ وهي يعني عشان امها تكذب عليها وهي برضه توافقت؟ مالك انت مالك انت؟ سيبها تتكلم. عندها حق في كل اللي بتقول. لا ما انا مش عاوزه اتلبك في الكلام. انا مش قصدي، هو معقول برضه اقوم على كريمه؟ انا بس حاسس في نفسي اللي بيحصل ده. دي الست منه ملهاش الا جوزها. ادي كلام الست العاقله اللي عايزه تعيش، لكن هي امها عندها اقل من اي حد. ما في كان عيلة ايه بالظبط ايه؟ ما المدارس والجامعات بيعملوا ايه؟ ولا برضه مفيش فايده؟ تقلب القدر على امها تطلع تنزل امها. هي بتعمل ليه؟ بتعمل ليه؟ ده صاحبي صاحبي واللي يعمل فيه اي حاجه يبقى عدوي. قومي قومي هديله بلديه عشان يغير. لا هقوم اروح. لا تروح. ده ايه؟ تروح ده ايه؟ انت تروح تكون الكهرباء دي؟ انت هتبات انت. روح انت حضري العشاء وانا هجيب له بلديه. حاضر.
مين؟ افتح الباب. لما يجي راجل البيت. انا راجل البيت يا نصر. ده كان زمان. الشقه دلوقتي مش بتاعتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مش هتقدر تعتبها. الشقه من حق الزوجه. الشقة من حقكم انتوا الاثنين. مش قلت لك؟ اصله كان عايز الطلاق طلاق نهائي. لا، في الحالة دي بتبقى الشقة من حق الزوجة لوحدها. تبقى انت كده في السليم، مش هم ياخدوا الشقة وتروح انت في كاليتشا. دي بقت نقطة يا متر. كل ما واحدة ما تتخانق مع جوزها تهدده بالقانون عشان يمشي على جيبه وما يحطوش. الإجرام الطبيعي اللي ممكن يعملوه انهم يستصدروا قرار من النيابة بتمكين مطلقتك من الشقة. يعني هي دلوقتي كل اللي يهمها انها تاخد الشقة وبس. تخسر. حيث ان الماده الرابعه من القانون 44 لسنه 1979 تنص على حق الزوج عند طلاقها اذا كانت هاضمه بالبقاء في العين المؤجره على نهايه الاجل المنصوص عليه في تلك الماده، واوجبت على المطلق ان يوجد لمطلقته سكنا مناسبا تقيم فيه مع محظونها، والا كان على المطلق ترك ذلك السكن لها. لذا قررنا ما يلي. ازاي الكلام ده؟ يعيشوا في شقه واحده وهما مطلقين؟ والله اذا كان عاجبكم. يعني ايه يا عبد المقصود؟ يا ستي وانا مالي؟ الله، هو انا اللي اصدرت القرار؟ يعني يعيشوا مع بعض وهما متحرمين على بعض؟ يعتبروا نفسهم جيران. ولا حتى جيران، ده جيران بيخافوا على بعض، لكن احنا مش هيكون لنا اي صله بيه. لا بقى، مش هو اتحدانا؟ انا هطفشهم الشقه، وحياد ده يكون مطفصان، ما كنتش راضي ان كنت اوريه. الله بقى، واحنا مالنا وماله يا ماما؟ لا مالنا وماله ازاي؟ هي امك هتحمد لما صورنا قتيل في الشقه؟ ولا ايه يا بنتي؟ ايه هي دي الشقه؟ ايوه خش. متاكد؟ خش عشان تعبت قوي. انت تعبت؟ خش. طيب اخش. طب على مهلك. خد شمالك. خد شمالك. فين على طول؟ شمال فين؟ هنا اهو. هنا على طول. خش. ايه؟ قطاع فين؟ الصاله. الصاله. امال احنا فين؟ صاله عبد الرحيم. قطاع عندك هنا. ده انا تعبت يا اخي. ايه تعبت من ايه؟ تعبت من ايه؟ يا جدع روح بقى، ده الشغل مع العيال احسن. احسن بلا. كل واحد يتلم ويخليه في حاله احسن. يا حبيبي يا حبيبي يا ماما. يا خرابي. صبركم بالله بس صبركم. ماما استنى. طب استنى والنبي يا بابا اتكلم معاك. استنى واحده. استنى واحده. روح يا بابا والنبي. ايوه بتاعتي. نعم يا ابني. عايز الهدوم بتاعتي. الهدوم بتاعتك؟ ايوه. حاضر، هجيب لك الهدوم بتاعتك بسرعه. مقصود انا مش قادر اتكلم على مهلك. عليا سمير عايز هدومه. هنبعتهم له على طريق المحكمه. وما هات الهدوم يا كريمه. حاضر، انا هجيب له كل حاجه، مش هخليه ولا حاجه هنا في البيت ده. طيب. حاضر. تعديت منها. ما انا عارف. والله شوف اتفضل عد. شوف كم عمر. ولا عد ولا عد. ولا عد. عندك منظور ولا عد. ولا عد. ولا عد. ولا عد. ولا عد. ولا عد. اتفضل يا سباق. طيب ما تشوف ايه؟ انا خلاص. اتفضل خد الجزمه بتاعته، وانا مش عايزه اشوف حاجه. مش عايزه اشوف حاجه خالص. خد يا ابني. اتفضل. يا حاسب يا ابني الجزمه بتاعتي. ما انا سايب لك فينيليتي كمان. ايه ده يا بني ادم انت؟ ساعتك هتنزل هنا وتمشي لاخر الشارع. انت هتنزلني على مزاجك؟ معلش، اصل الشارع ده مليان مجاري وانا ما اقدرش اخش فيه. هتخش فيه غصب عنك. وبعدين بقى يا عم اتكل على الله خلينا نروح ننام. اتكلم باحترام، انت مش عارف بتكلم مين؟ لا والله يا سعاده الباشا. انزل اقربك انا مين؟ معلش فرصة تانية إن شاء الله. العذر لو سمحت. ولا مليم. أبقى عرفت الكلام ده.
استنى يا حبيبي، استنى يا اختي، استنى. طب بسرعة عشان عايز اتوضى. عاوز انام. طب ما تنام وحد عايزك. ما اعرفش انام، وصوت الدبابه ده عمال يدب فوق نافوخي. يعني بلاش تغسل هدومنا. في حد يغسل هدومه الساعه 3 الصبح يا نازله؟ احنا حرين. وانا كمان حر. ده بيتي وعايز استريح فيه. بيتك؟ ايوه بيتي. ايه يا ماما، في ايه؟ خش يا بنت جوه، ما تتكلميش مع حد غريب. مش قلنا بلاش غسيل بالليل؟ انا ما اعرفش اغسل الا بالليل عشان غسيل يلحق ينشف. وان مش عاجبه ندور له على شقه. ربنا ناشف ريحك محور ادم يا رب. معلش يا سمير اخويا، استحمل لغايه ما الجمعه تزول. مغفل انا؟ لا انا كنت فاكر اني هتجوز واستقر واحس بسعاده زوجيه. معلش مفيش حلاوه من النار، مفيش حد يدوم. مين عارف ربنا يديك حماتك وترتاح. قوم بينا قوم بينا يلا بقى نروح سوا. نروح سوا؟ ايوه انا ندى بعزمك النهارده على الغدا. قلت لكم ما تحملوش هم على الرحيم. انا بعرف اتصرف. اتصرف؟ جاتك خيبه بخيبتك، وانا مش عارفك. ده انت ما تعرفش تعمل لنفسك كوبايه ميه ساقعه. دلوقتي بعرف، ولازم اعتمد على نفسي. واعيش حياتي في البيت زي اي حد. بقت بعبع قدامي ولا شايف لك شفه ثانيه؟ ابدا. دي في نظري اجمل مخلوقه في الدنيا، ولا يمكن اعرف او افكر في واحده تانيه. بقول لك عاملها بالعين. انا قلت لك من الاول ما تديلوش فرصه. ما هو انا لو سبته هيتملأ زياده. يعني هنفضل كل يوم في مشاكل يا ماما؟ لا، وحياه امي يا كل مربيها. دي كانت ساعه مزفتها، ساعه منيله، يا ريتني ما كنت اتجوزتها. ايوه كده، ار واعترف يا ميه من تحت سيفي. حضرتك بتتنقم عشان اتجوزت بصه؟ ليه؟ مش قد المقام انت بس محل الخسارة يا خلاص بحياتي. يا راجل معقول فهمك ايه الحكاية؟ اديني فرمت. مش معقول اللي بيحصل ده، مش معقول اجي اقعد معاكم على طول عشان احط المشاكل اللي منكم. والله الكلام ده بقوله للمدام. مدام؟ اي مدام؟ مدام فاطمة. كانت كانت والباقي اصغر. انا معاك انها الباقي اصغر وهي صامة، بس خليك انت العاقل. وانا من جهتي انا نبهت علينا، وان شاء الله مش هيحصل مشاكل بينكم ابدا. لما اشوف عبد المقصود. اعملي ده يا ماما. ايه؟ الحق عليا اللي بعمل لك كفته. الصبح نحطها في المفرمه. مفرمه بايظه، نسيت اديها لابوك يصلحها. ربنا ما يحرمنا من ابوك. خش يا بنت نامي خشي. سمير نايم. لو انا منك بقى كنت خطفت الهم من ايدها ونزلت على دماغها لغايه ما خليته كفته. يبقى حطه في قضيه بقى واخش السجن. خلاص. مش هما بيقرفوك عشان تسيب الشقه؟ انت كمان تقرفهم لغايه ما يسيب البلد بحالها. Thank you.
سعيدة يا ماما. أهلا يا حبيبتي. ها فاتن عملت معاكي إيه؟ ولا حاجة، صحيت شوية ورجعت نامت. خدي بقى اتصرفي معاها عشان أنا نازلة. نازلة؟ راح فين؟ راح لأبوكي تعبان شوية وراح أشوف. بابا تعبان؟ يا أختي ما تتخضيش كده بشوية برد، ده كان هنا ونزل. نزل؟ طب يلا نروح له بقى. لا أوعى تسيبي الشقة، أنا نازلة أروح أشوفه وهرجع لك تاني. خشي نيمي البيت. حاضر. إن كان عليا أنا مش عايزة أسيبك لوحدك أبداً. أنا مش صغيرة يا ماما. بعدين مش معقول تفضلي سايبة بيتك وبابا وتفضلي قاعدة جنبي كده. المهم تخلي بالك من نفسك وما تنسيش إن معاكي راجل غريب في الشقة. غريب؟ أيوة غريب. وتقفلي عليكي باب أوضتك، ما تفتحهاش إلا عند الشديد القوي. اسمعي كلام أمك. ده مجنون. سايبة إيه؟ والله أنا لما أعرف الوظيفة أنا أعمل بيه. ما انت قاعد بتنظم وقتك لغايه ما تقف على رجليك. ما هو بالوضع انا عمري ما هوصل لحاجه. انا من حقي يبقى لي شقه لوحدي، من حقي يبقى لي مستقبل واحس اني عايش. في نفس الوقت مش عايز اسيب البلد وهاجر. يبقى ما فيش غير حل واحد ومعقول جدا، انت تاخد اجازه بدون مرتب لمده سنه. مشيت ولعبت الدنيا معاك تمديها سنه كمان. انما تسالني دلوقتي لا.
اللي بيحصل ده؟ عجبك العيشة دي؟ انا مش عارف انت عايزاني ولا لا؟ ها؟ كرهتيني فعلا ولا لسه متأثرة بكلام امك؟ انت السبب. انا؟ ايوه انت السبب. حملتني واديت كل وقتك لشغلك. ما بقتش حاسس بيا ابدا. ما بقتش عارفة اتكلم معاك. ما بقتش عارفة اقعد معاك. انا نسيت خالص اني متجوزة. وفي الاخر تطلقني. عملت كل ده عشاني. عشان اوفر لك حياة تسعدك. عشان اضمن مستقبل لبنتي، ما خلاش تحس باي حرمان. انا ما حبيتش حد غيرك فعلا يا كريمه. ليه تخلي حياتنا تبقى كده؟ ليه يا كريمه؟ وحشتني. انا حرام على رصيف ولا اني اعيش معاكي بعد كده. كان ساكن فيه جماعه محترمين زيك قبل كده ولسه معزلين من يومين. وده بكام ده يا عم مغاوي؟ من غير فلوس، خلي عنك انت خالص. لا انت خالص. طب الصلاه على النبي كده عايزه باليوم ولا بالشهر؟ بالشهر طبعا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها. عشان خاطرك انت بس ب 60 جنيه في الشهر. ليه 60 جنيه ليه يا عم مغاوي؟ حنام هنا وادفع 2 جنيه في اليوم. الله. طب ايه رايك بقى مين احسن من لوكاندا؟ انت مش هتدفع في لوكاندا 5 جنيه في اليوم؟ ايوه بس الكلام ده في لوكاندا، انت هتشبه المكان ده باللوكاندا؟ انت بقى هتستريح هنا عن اللوكاندا، والجماعه اللي حواليك كلهم اخر راحه، لا حس ولا خبر. واحد غيري كان طلب منك خلو ورجل. خلو ايه؟ خلو ورجل؟ بس انا استحرمت. شوف يا عم مهاوي، انا مش هدفع هنا اكتر من 30 جنيه. شوف يا استاذ، ولا يهمك، انا بشتري راجل. بس في شرط صغير. ايه هو بقى؟ انك تفضل حش يوم الجمعه وتجيب الحاجه عندي. ليه بقى؟ اصحاب الحوش بيجوا يقروا على المصحوم يوم الجمعه. الامر لله. وكمان المواسم والاعيان وطبع الراجل. بعد كده هيكون الحوش تحت امرك. وإن شاء الله يكون قادر يساعد عليه. Thank you.
تهمنيش يا استاذ سمير. انت متجوز؟ كنت يا عم غوري. معلش ادي حال الدنيا. لا مدام لسه عايشه يا عم غوري. عايشه يعني؟ ايوه هي عايشه صحيح، لكن قلبها مات من زمان. تبقى مش عايشه يا ابني. سمير. سمير مين؟ جوزي وصاحبك. راجل طبيبك اللي بتدور عليه ايه؟ الكوتش رابين عليه قبل فينا ومش عارفين عنوانه؟ لا مع ان والله ما بتدورش، اصله ساكن عنده ناس طيبين طيبين قوي ما بيأذوش حد ولا بيحاولوا يعملوا بعض عشان اطماع ومطار رخيص قوي من ايه؟ يا اخي حرام عليكم، ما تسيبوه في حاله خليه يعيش. عبد الرحيم انا برجع لك كاخ وكعادي صديق لسمير، اكيد ما عارف مكانه فين. وانت بقى زي الدور عليه طبعا يا عبد الرحيم. وخدت اذن من امك؟ ايه لا ده واضح، اصل انا راجل فلاح واللي في قلبي على لساني. خدت اذن من حد يا نازله؟ عبد الرحيم انا ما باخدش اذن من حد. والكلام اللي اتغير والغسيل اللي في نص الليل ودق الكفته عشان ما ينامش والمطبخ اللي اتحرم دخوله والحمام اللي يدخله طلوع الروح. انا لسه ما خلصتش كلامي، انا مليان معبي مفقوع عاوز افخط الا شال من دول يطلع الاتوبيس وحاطط عينه على المحفظه، وانتوا يا دوب كاتب الكتاب وتحط عينكم على الشقه، واي حد يكلمكم الشقه من حق الزوج، عاوز اخد لكم الشقه باللي فيها، عاوز اعمل ايه تاني؟ عبد الرحيم انا مش عاوزه شقه. ها؟ اوعى تكونوا حاطين عينكم على الحوش كمان. لا لا بقى، لا انت ولا امك ولا ابوكي الاهبل ده يقربوا ناحية الحوش، لأن الحوش مش من حق الزوجة. البيت فين؟ كريمة؟ أنا آسفة إذا كنت صحيتك من النوم. خير؟ ليكي حد هنا جاي تقري له الفاتحة؟ لا أنا جاي علشان أكلم. عرفتي مكاني إزاي؟ أنا كنت بدور عليك في كل حتة ولجأت الأعزة صديق ليك عبد الرحيم؟ أيوة وصلني المستني بره. بره؟ مش انت اللي طلبت الطلاق؟ وانت واحد لازم تنفذ كل اللي اقوله. جاي دلوقتي اطلب منك ترجع معايا البيت. وفين دلوقتي مامك لو رجعت قالت لي الشقه من حق الزوج؟ انا ماليش دعوه بماما. يا شيخه روحي. ايه تتخانقوا؟ وانتوا صوتكم الميت انت اصحى. حد يسيب القمر ده ويعيش في التراب. ترجع معايا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. فين الحوش اللي كان ساكن فيه الأستاذ سمير؟ لسه ساكن حالا دلوقتي.
دول. ايه دول؟ اخلع لاي حوش حالا، وما لقيتش شوف لاي تربه تهوى فيها. سجن دي متكلمين عليها.